السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، اليوم رح أشرح بهذا الفيديو عن طريقة اللي حابب يعمل قوائم عنده بالقناة. كيف يعني اللي حابب يعمل قوائم عنده بالقناة؟ يعني إذا الواحد مثلا قناته متنوعة، مثلا مثل قناتي، أنا قناتي اسمها مثلا منوعات تعليمية، تمام؟ فأنا بحط فيها كل شيء، برامج تعليم، تعليم الألماني، قصص أطفال، أخبار، في كتير شغلات، تمام؟ فأنا حابب مثلا أعمل قناة عندي قوائم، قائمة الأخبار، قائمة اللغة، قائمة البرامج التعليمية، فأعمل قوائم عندي، تمام؟ فاليوم رح أشرح بهذا الفيديو كيف تحسنوا تعملوا قوائم عندكم بالقناة، وكيف أنتوا بقى تفرزوا كل قائمة شو حابين تحطوا فيها كل الفيديوهات اللي كنتوا تحطوها، تمام؟ ما راح اطول عليكم. لو سمحتوا، اللي عم تشوفوا فيديو جديد وما له مشترك عندي بالقناه، اشتركوا بالقناه واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد ممكن. بتشكركم ويلا خلينا نبلش. هلا اول شغله لازم نساويها، بدنا نفتح على القناه تبعنا من الجوجل كروم، تمام؟ نفوت على الجوجل كروم، بس نفتح على الجوجل كروم، ليكو هذا هو البرنامج، يفتح لنا على القناه يلي نحن فاتحين عليها، تمام؟ نكبس له هون على تخصيص القناه، بعدين بيفتح لنا على قائمه البيانات، تمام؟ هون عم يقلنا انه تخصيص القناة، نحن نقول له ما بدنا هون، نحن بنفوت على هي القائمة اللي هي قائمة التشغيل. مثل ما كنتم شايفين عندي هون، هلا هون ما في عندي قوائم فاضية، تمام؟ فأنا مثلا هلا رح أساوي أنا وياكم هلا كذا قائمة لورجيكم بس شو الفكرة اللي عم بحكي عنها، تمام؟ هلا بنكبس على هي الكبسة اللي هون مكتوب عنها قائمة تشغيل جديدة، بنكبس عليها. هون عم يقول لك ضيف اسم القائمة اللي انت بدك تسميها، تمام؟ انا رح اسميها مثلا شو بنسميها، تعليم اللغة الألمانية، تمام؟ هاي القائمة سميتها انا، تمام؟ مثل ما كنتم شايفين سميتها انا للقناة. هون عم يقلي تحت مستوى العرض، شو بدك تحطها، علنية ولا خاصة ولا غير مدرجة؟ يعني القائمة تخليها عندك انه ما حدا يشوفها، ولا بدك تحطها خاصة لحدا معين، ولا بدك تحطها علنية لكل الناس؟ فنحن بنخليها علنية، تمام؟ بعدين بنقول له انشاء، مثل ما كنتم شايفين فتح عندي هي لك، عملي القائمة، القائمة اسمها تعليم اللغة الألمانية، تمام؟ طيب كيف بدنا نضيف عليها نحن يا محمد الفيديوهات؟ هلا رح اقلكم كيف. نكبس على هاي الكلمه تعليم اللغه الالمانيه مطرح مكتوب اسم القائمه، يطلع لنا زر القلم، تمام؟ نكبس على زر القلم وبينقلنا على هاي الصفحه، نحن ما بدنا، بنقول له رجوع لورا، بنكبس وحده رجوع، تمام؟ هون فتحنا على الصفحة تبعنا، نكبس هلا على الصورة هاي تبع القناة تبعنا، ونقول له على كلمة قناتي، تمام؟ قناتك. هون عم يعطينا القناة تبعنا، نكبس على الفيديوهات، تمام؟ هلا فتحنا على قائمة الفيديوهات اللي موجودة عنا بالقناة، تمام؟ لو افترض انا سميتها للقائمة مثل ما شفتوا تعليم اللغة الألمانية، رح انزل هلا بدي اشوف، فرج مثلا عندي هون تعلم اللغة الألمانية درس رقم 8، بكبس على النقاط اللي هون، تمام؟ بيقول لي حفظ في قائمة المشاهدة لاحقا، حفظ الفيديو في قائمة التشغيل، بقول له حفظ الفيديو في قائمة التشغيل، شايفين عطاني خيارات انه المشاهدة لاحقا، انه يشوفه لاحقا، ولا بدك انت تحطه بالقائمة اللي انشأتها. انا ليك
ما انشئ القائمة. شايفين اسم تعليم اللغة الألمانية، بكبس عليها إشارة صح، بعدين بعطيه تم. تمام. مثلا بدي انزل في فيديو تاني كمان اللغة الألمانية، هاي اللي عندنا هون تعليم اللغة الألمانية، بكبس عليه كمان. كمان بقول له حفظ في قائمة التشغيل، كمان بقول له تعليم اللغة الألمانية، وبعدين بقول له تم. هلا صار عندنا فيديوهين انتقلوا على القائمة. تمام. طيب رح نرجع هلا على الجوجل كروم، هاي ديكا شايفين. هلا رجعنا فتنا على القائمة يلي موجودة تبع الفيديوهات اللي نزلناها. مثل ما كنتوا شايفين عندي هون القائمة، مكتوب عندي هون 2، شايفين انه فيها فيديوهين، فيها عدد 2 فيديوهين. تمام. نكبس عليها، شايفين فتحنا. هلا عم يقول لي القائمة اسمها تعليم اللغة الألمانية، وهي حط لي الفيديوهين يلي انا نزلتهم على القائمة. تمام. لنفترض رح نعمل قائمة تانية، نرجع على صفحة جوجل كروم اللي هي هاي صفحة البيانات. تمام. نكبس، نرجع هون على قائمة تشغيل جديدة، نرجع نكبس عليها، نحط مثلا انا شو في عندي كمان برا، مثلا في فيديوهات بشرح انا عن اليوتيوب، تعليم عن اليوتيوب. تمام. حنكتبها شرح عن استخدام اليوتيوب. تمام. هي سميتها هيك مثل ما حكينا، بنخليها علنية، بعدين بنقول له انشاء. شايفين عمل لي صفحة تاني اللي هي شرح عن استخدام اليوتيوب. شوفوا اعداد الفيديوهات عندي هون 0، ما في شيء. نرجع مثل ما حكينا، بنكبس على الكلمة، بعدين نكبس على القلم، بيفتح لنا على هي الصفحة. نرجع واحدة لورا، بنفوت على قناته. تمام. بعدين بنفوت على الفيديوهات. هلا انا القائمة اللي عملتها عن الفيديوهات. تمام. بدنا مثل ما حكينا انا انه هي سميتها القائمة شرح عن اليوتيوب، رح اختار فيديو من اليوتيوب مثلا. هي عنا ميزة جديدة في اليوتيوب، بس سريع ومباشر، بس 3 نقاط. هقول له حفظ في قائمة تشغيل، شايفين اعطاني هلا القائمة الجديدة اللي انا نزلتها. تمام. رح اقول له بشرح عن استخدام اليوتيوب، حطها بقلب القائمة هاي، بعدين بقول له تم. الناس راح تقول لي انه طب يا محمد نحن شو حنستفاد من هالسيرة كلها، يعني عم نعمل نحن اضافة قوائم ونسمي قوائم. رح اقول لكم شو بتستفادوا. بتستفادوا انه كل مين بفوت لعندكم على القناة هلا، تمام، ما بيشوف الفيديوهات هي، تمام، يعني ما بيشوفها انه هيك الفيديوهات انه بدون قوائم. كيف يعني؟ يعني مثلا هلا هون حفوت على القوائم، بكبس عليها، شايفين في عندي هون قوائم. هلا القائمة اللي عملتها هي تعليم اللغة الألمانية، كل مين بقى بفوت لعندك هلا على القناة وبدي يشوف الفيديوهات بالقناة عندك بلاقيها مفروزة، بلاقي مثلا انه ملف تعليم اللغة الألمانية، ملف عالم الطبخ، ملف كذا، كل شيء انت مسميه عندك قوائم. اللي يعني عم يفوت المشاهد وعم يفوت لعندك على القناة عم يتفرج، عم يلاقي الفيديوهات كلها مفروزة، فهو بشوف بيقرا مثلا انه تعليم اليوتيوب، بيطلع هيك بلاقي كل شيء فيديوهات تعليم اليوتيوب، تعليم الطبخ، كل شيء تعليم الطبخ بلاقي موجود عندك. فهي هي الفكرة اللي عاملينها انه لقصة القوائم. تمام. تعليم هلا خلينا نرجع لموضوعنا، مثل ما كنا عم نساوي عم ننسخ الفيديوهات على القوائم. طيب في فيديو كمان تحته، افضل طريقة لنشر قناتك بعد ربط القناة في الفيسبوك. تمام. كمان بنكبس 3 نقاط، كمان بنقول له حفظ على شرح عن استخدام اليوتيوب، ونقول له تم. تمام. هلا بنسكر هي الصفحة، نرجع على صفحة جوجل كروم. تمام. هلا نحن مثل ما شايفين رجعنا عليها، لسه مو منزل هون. تمام. فبهالحالة شو بنساوي؟ نحن بنسكرها لهي الصفحة، نرجع نفوت على هي الصفحة الرئيسية اللي فتنا عليها. تمام. بالجوجل كروم نقول له تخصيص القناة مرة تانية، بنرجع مشان يعمل تحديث انه نزل الفيديوهات اللي نحن عملنا لهم تنزيل.
نرجع نفوت هون على القائمة، شايفين صار 2. هلا هون راح يقول لي انه نحن نزلنا بهي القائمة كمان فيديوهين، هون في فيديوهين وهون في فيديوهين، هنكبس عليها، خلينا نفوت عليها التعديل. شايفين هلا هون عم يقول لي هي الفيديوهين اللي انا نزلتهم بهي القائمة، تمام. هي خلصنا من موضوع تنزيل وانشاء القائمة، اتفقنا؟ اتفقنا. طيب يا محمد انا بدي امحي فيديو من القائمة، في فيديو نزلته ما بدي اياه، بدي امحيه من القائمة، كيف بمحيه؟ تمام، نكبس على القلم مثل ما نكون شايفين، يفتح لنا على هاي الصفحة، نكبس على الثلاث نقاط مثلا، هذا اول فيديو اللي هي ميزة جديدة في اليوتيوب بس سريع ومباشر، نكبس على ثلاث نقاط اللي هون، تمام، بيطلع لنا هاي الخيارات اللي موجودة عنا هون مثل ما نكون شايفين. الخيار الثالث إزالة من شرح عن استخدام اليوتيوب، يعني بدنا نقيم الفيديو نعمل له إزالة أي إمنا للفيديو، تمام. ضل عنا فيديو واحد. طيب يا محمد بدي إيم هذا الفيديو الثاني، طيب كمان نكبس ثلاث نقاط من إيم الفيديو، صارت هلأ القائمة فاضية ما فيها شيء، تمام. نرجع لورا على صفحة جوجل كروم، هي هيك هلأ هون صارت فاضية هي. طيب يا محمد أنا بدي إمحي القائمة كلها، هي مثلا أنا اللي ساويتها ما بدي إياها، بدي إمحيها، كيف بحسن إمحيها؟ تمام، كمان نرجع نفوت على القلم، يفتح لنا على الصفحة، بس يفتح لنا على الصفحة بنكبس على ثلاث نقاط هدول الموجودين عنا هون، شايفين هون عم يقلنا أول شيء حذف قائمة التشغيل، نكبس على حذف قائمة التشغيل، عم يقول لك هون هل تريد حذف قائمة التشغيل، نقول له حذف إذا أنت بدك تحذفها أو أنت بدك تحذفيها، تحط له حذف، إذا ما بدكم تقول له إلغاء، إحنا حنقول له حذف، هاي حذف حذفناها. هلا برجع على قائمة تبعنا بنسكرها مثل ما حكينا مشان يعمل تحديث، نرجع بنقول له هون تخصيص، هلا عم يفتح، فتحنا على صفحة البيانات، نكبس على القوائم، شايفين راحت، كان عندي أنا 2، تمام. كمان نفس الشيء بدكم تمحوها لهي، بإمكانكم تمحوها بنفس الطريقة اللي شرحت فيها، بدكم تضيفوا عليها فيديو مثلا، هي هلا فيها فيديوهين بدنا نضيف عليها فيديو، نكبس على كلمة التعليم اللغة الألمانية، نكبس على القلم، فتحنا على القائمة، بنرجع واحدة لورا، منفوت على قناتك، تمام، منفوت بعدين على الفيديوهات كما كن شايفين، هاي قائمة الفيديوهات تبعنا، اي فيديو بدكم تضيفوه بتكبسوا على ثلاث نقاط، تقولوا له حفظ في قائمة التشغيل، تحطوا بالقائمة اللي بدكم اياها انتو، تمام. اذا ما لكم ضايفين قائمة مثلا، ما ضفتوا قائمة برا انتو، بس فتوا لهون بدكم تضيفوا دغري مثلا شيء عندكم، شوفوا كلمة هون قائمة تشغيل جديدة، إذا أنت بدك تضيف قائمة تشغيل جديدة بتكبس على إشارة الزائد، تمام، وهون عم يقول لك حط العنوان اللي أنت بدك تسميه للقائمة، حط عنوان مثلا لنفترض قرآن كريم، تمام. بعدين بنقول له هون إذا بدك تحطه على الخاص ولا تحطه على نية ولا غير مدرجة، بنقول له على نية، بعدين بنقول له هون انشاء، بس نقول له انشاء بيكون انشاء عنا بقائمة القوائم، تمام حبايبي. هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله اكون شرحت لكم بطريقة سلسة وتكونوا استفدتوا من طريقة الشرح. من فضلكم لا تنسوا تشتركوا بالقناة اللي جديد عندي بالقناة، ولا تستعملونا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن. بتشكركم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.